يحاول ينطلق بحث الاختراقات الدفاعية من بيدرسن، محاولة المرور ممتاز بيدرسن، يعدي التوزيع صعب وخطيرة بينامونتي، جول 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 1-0 لصالح نادي ساسولو عن طريق بينامونتي عند الدقيقة 5 من الشوط الأول. ممتاز جدا الكروس والأروع الرأسية المطرقة القوية تباغت ميلينكوفيتش وتعلن على أول هدف المباراة. شوف الانطلاقة، بيدرسن في المان تو مان يعدي يمر الكروس كان والأروع مليمتريك وبوم وضربة، والهدف الأول لصالح نادي ساسولو. وباغتا للحارس ميلينكوفيتش عن طريق اللاعب اكسينتير بينامونتي ليوقع على الثاني هدف السيزون. شوف الضربة ممتازة جدا صعبة موسين لهدف فلازيتش، بيلانوفا يدخل يتوغى الامكانية خطيرة العرضية وجول جول 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 جول، هدف التعديل عن طريق اللاعب زاباتا دوفان يعدل النتيجة. ولا أروع، انطلاقات اختراقات كروسات بيلانوفا ودوفان يعدل النتيجة. دوفان يعدل النتيجة ويسجل 7 أهداف في السيزون. 7 أهداف دوفان زاباتا. شوف انطلاقات، طلب الكرة كان والأروع البينية يدخل يتوغل الكروس والكرة في المرمى، هدف لهدف بين الفريقين. بداية أكثر من واعدة في مباراة ممتعة إلى حد الآن. شوف الكرة ممتاز جدا غياب للرقابة، دوفان أمام شباك شبه خالية، يباغت الحارس كونس